الدور رغم ان هو زي ما قلتي هو ضيف شرف، ولكن كان مميز، وكان مميز في عمل الحقيقة كله. كان في كوكبة من الـ النجوم. مين أقرب الناس لقلبك في اللي اشتغلتي معهم في هجمة مرتدة؟ هشام سليم رحمة الله عليه. كنتوا أصدقاء أصلا؟ كان صديقي الأنتي، يمكن أخويا. ياه، الله يرحمه. هو وعيلته طبعا، عياله، أم عياله، يسرى، خالد، كله ده كلهم. عشتي معاه الفترة دي؟ احنا كلنا أصدقائه وعيلته طبعا كنا موجودين. القريبين منه جدا جدا كنا كلنا قريبين، ولازلنا بقى كده يعني. وهو كان الحمد لله ربنا كرمه بشوية صحاب، من اللي تحب ان هم يكونوا صحابك، أكيد. وعيلة، ولاده وحتى مامة ولاده واخوه ومرات اخوه. الأسرة ككل، يعني الحقيقة ان هم عارف هايلين. دايما الناس لما رحمة الله عليه هشام سليم بيطلع يقول يا أخي سبحان الله ابن ناس. هو في التمثيل زي في الحقيقة تحس إن هو ابن ناس. هو ابن أصول، متربي، كريم، كلمة واحدة، صاحب صاحبه. انت ممكن تعرفه قد ما تعرفه، ونبقى انا وانت مثلا صحابه قريبين قوي، انت قلت له حاجه انا ما اعرفش عنها الا بعد مليون سنه، عمري ما يقول لي كتوم كتوم، ما يجيبش حتى لو موضوع عادي. لو انت ما قلتهوليش هو مش هقوله لي، وانا اعتبر مثلا كده وانت تعتبر كده، بس ده سر فما ينفعش يطلعه. حتى لو ما كانش سر ما يجيبش سيره حد ابدا. رحمة الله عليه. من الأشخاص اللي ما وعملنا انا هو بين عالمين مع بعض. مظبوط، بين عالمين حقيقي. بين عالمين، وعملنا واحنا صغيرين جرانيتا. لما كنا صغيرين دي كانت بداية صداقتنا بقى. من جرانيتا. وفضلت الصداقة لفترة، واستمرينا بقى وتوغلنا. طيب مين تاني من أصدقائك نقدر نقول في الوسط الفني يعني القريبين لقلبك اللي بتحبي ممكن تستشيريهم تفضفضي معاهم؟ كريم أبو زكري المنتج. ده صديقي وأخويا، هو وزوجته. و محمد امين راضي طبعا صديق، ولما عندي حاجه بكلمه. غاده عادل بحبها جدا جدا. بحب منى شلبي جدا جدا جدا. يعني لا برضو عندي اصدقاء انا بحبهم وبحترمهم في الوسط الفني كتير جدا جدا يعني. والحقيقه مدام نهى العنبر طبعا من اجدع ستات الوسط طبعا. حقيقي حقيقي. لا